السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد في قناة الشيف نزهة المكناسية. جبنا طاكوس ديال الوليدات دياري، طاكوس اللي كنديرو في الدار. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي الطريقة، كيفاش كتجي الصورة ديالو، كيجي زوين أحسن ما كاين. ودابا غادي نقدموه معاكم إن شاء الله هو وجد. وخلاص المقادير غادي تشاهدوها قبلتكم في الفيديو. كنقدموا لوليداتنا بالصحة والراحة. غادي نقسم معاكم عادي تشوفوها، ثم شوفوا كيفاش كيجي. كيجي زوين وشهية طيبة، وكنتمنى لكم التوفيق. وكنديروا معاه زليفات ديال الكيتشوب والمايونيز بحال هكا، وكنقدموا لوليداتنا ياكلوه. وبالصحه والراحه، وما تنساوش تبركوا على الجرس وديروا ابوني باش يبالكم كل جديد. هانتوما شوفوا الطريقه ديالو كيفاش كتجي، كيجي هائل بالنسبه للفطور الوليدات. دابا الفطور ديال رمضان ماشي الفطور الله العادي، رمضان كيبغيو الوليدات، انا كيبغيو لي مع الفطور كنوجدوا لهم. ودابا درت لهم الفطور ديال رمضان، سيدنا رمضان، وتبارك الله عليكم. وشهية طيبة. دابا هادي داك لاصوص، كندير المايونيز مع الكيتشوب مع شويه ديال الهريسة وشويه ديال لاصوص طوماط. عندي خلاص كنصايب انا لاصوص طوماط للطويجن ولا داكشي، ديما عندي سكر كندير شويه وكنديرها ناريها بحال هكا باش كندير الطاكوس. وهذا الكفته كنحرب لها حريبلات، نديرو لها داند ولا الكفته ولا السوسيس ولا اللي عنده شي حاجه يديرها. اللي كان موفر عندنا في البيت ندير الكفته، كنحرب لها بحال شكل السوسيس. وكندوزها بشويه ديال زيت البطاطا، البطاطا قليتها والبصله. ودابا غادي ندوزو باش غادي نعمرو الطاكوس. الطاكوس كندير العجينه على يدي، كنشريها نخدمها. دابا خلاص شريتها من السوق، وكندهنو الطاكوس ديالنا كيف ما هكا، وكنصغبو طاكوس لوليداتنا. كنديرو افراد العائلة اللي عندنا كل واحد طاكوسة ديالو، كندير واحد جوج ولا ثلاثة سكر، كاين اللي كيبغي يزيد. كيجي زوين في الحقيقة، كيستاهل التجربة، كيجي زوين ولذيذ كما شفتو معايا في الصورة. وغادي عندي الفرماج ديال الساندويتش، حتى هو غادي نديروه. بالنسبة للفرماج كنشريو هذا ديال الساندويتش، كيجي زوين. مبغيتش نقي قبالتكم البطاطا ونحرب الكفته قبالتكم، علاش منطولش عليكم الفيديو. وكنديرو بحال هكا، الطاكوس ديالنا هو وجد، رخيص وزوين. وفي الدار كنصوبو لوليداتنا، كتعرفي شنو كديري لوليداتك وشنو غادي ياكلو وليداتك. بركة الله كنجيبو البصلة بحال هكا، غنعمر ثلاثة بثلاثة على حساب المساحة ديال البوطاجي. كندير البطاطا بحال هكا على حساب الطاكوسة، عندي صغيرة غنعمرو الكمية اللي غادي تقدنا للطاكوسة، ما تجيش الطاكوسة مفروطة بزاف،
ما تجيش خاويه بزاف. بالنسبه للكفته كندير جوج طريفات في الوحيده، على حساب نتوما وشنو بغيتو. كنبغيش نكثر اللحم على حساب هادشي بركه. كنجيب واحد هادي ديال الفرماج كنديرها بحال هكا، ساهل اسهل ما كاين صافي. وكنطول الطاكوسه ديالنا على هاد الشكل. صافي كتجي كما هكا، ما بانتلكمش الصوره، هي بانت كيف ما هكا. وغادي نعاود نطوي الاخرى. هادي كيحمق على طاكوس اليوم، راه فاطر طاكوس عاجبو الحال فرحان ياك اسد. كي كيجيك طاكوس ديال مامي اجي قولها للمشاهدين. يلاه جي سلم عليهم قولي السلام عليكم. السلام عليكم. اجي لهنا قبلتو. ها هو ولدي سعد. السلام عليكم. فين كتبالو؟ ها انت يلا هضر معاهم. السلام عليكم. السلام عليكم المشاهدين. طاكوس مامي تعجبني بزاف. عافاكم ما تنساوش تخليو واحد لايك وابوني. يلا شكرا. انت خلصتي الطاكوس ديالك دابا صافي حسن جدا. انا راه ما وصيتوش باش يقول لكم لايك، مسكين هو وصاكو. سعد زوين كيحمق على طاكوس دابا اليوم راه عنده داكشي علاش وصاكم على وكنديروا كيف ما هكا. حل معايا الفرماجه سعد كيف ما هكا كنديروا صافي. غادي نمشي نعمر دابا نمشيو هكا مستمرين. شعلتي داك البانين يا سي محمد؟ لان المغرب غبات خصني نوجد لهم طاكوس يفطرو به. اليوم ليلة النص ان شاء الله، العشاء دايره لهم دجاج معمر وشليط ايوا و الفطور